دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، صحتكم لاباس؟ اليوم ما شاء الله غندير كيكه ديال التمر اللي كتجي زوينه بزاف وكتجي هشيشه وسهله. المهم انا غادي نبدا بالتمر هو الاول، حيت التمر خصو يبرد مزيان عاد نقدروا نخلطوه مع الكيكه. انا غندير كاس ديال التمر اللي غسلته حيت له العظم ديالو، وغنديرو مع كاس ديال الماء وغنخليه فوق البوطه يبقى يطيب مزيان. بقى كل شويه كنحركو حتى يطيب مزيان ونخليه ثاني يزيد يبرد، عاد نخلطو مع الكيكه ونكملو المقادير. التمر كنبقاو نخلطو فيه هكا كنبقاو المعسول حتى كيشرب داك الماء كامل وكيولي بحال هكا. دابا غنزيد فيه واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، القرفه والتمر كيجيو زوينين. صافي غادي نخلطو مزيان وغادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد مزيان عاد نديرو في الكيك. المهم انا حاطه المقادير تاع الكيك حدايا، غنبدا نخلط وفي نفس الوقت نقول لكم. هنايا عندي ثلاثه البيضات غنديرهم مع كاس السنينه ديال العنبه، غادي نخلطهم مزيان. كنخليها مزيان بحال هكا كيف كتشوفوا مخدومه مزيان. دابا غنزيد عليها ساشيه ديال الفاني وغادي نزيد عليه الزيت، نص كاس ديال الزيت ديما بكاس العنبه، وغادي نعاود نخلطو شويه. كنخلطهم غير شويه، غنخوي عليهم نص كاس ديال الحليب، دانون طبيعي، صوص، كما نخلطهم غير شويه. دابا غندير جوج كيسان ديال الطحين حتى هما بعباره كاس العنبه. المهم الكاس اللي عبرتو به عبروا به كلشي، ماشي ضروري كاس العنبه، اي كاس عبرتو به عبروا به كلشي. وعندي جوج معالق صغار عامرين بالخماره ديال الحلوه، غادي نخلط شويه. دابا غادي نزيد التمر، نشوف شويه ديال الزيت وغادي ندير الكيك.
غادي ندخلها للفران عادي كيف كنطيبوا الكيك، غنشعل عليها لتحت حتى كتطلع ونشعل عليها الفوق تحمر. المهم هيا الكيك ديالنا وجدات، درت الفوق منها الكراميل وزوقتها بشويه الكركاع، كتجي زوينه ومذاق ديالها كيجي زوين بزاف مورا الفطور مع شي كويست القهوه شي كويست اتاي، كيجي المذاق ديالها زوين. بسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوش تابوناو